السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور عبد الحافظ الأن. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنشرح على حضراتكم جزء مهم جدا في الاناليتيكال كيمستري، وهو جزء الكوانتيتيف اناليسيس أو التحليل الكمي. طيب التحليل الكمي هنشرح فيه النهاردة جزء مهم جدا. الجزء ده هو جزء إزاي أحل المسائل بتاعة التيتريشن، إزاي أحل المسائل بتاعة البي اتش. تمام؟ طيب على بركة الله كده يلا بينا نبدأ الأول. قبل ما نبدأ الأول صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يلا على بركة الله. Method Expressing Concentration، يعني طرق التعبير عن التركيز. إيه هي طرق التعبير عن التركيز؟ قبل ما أديكم أمثلة ومسائل وشرح هديكم الأول طرق التعبير عن التركيز. إيه هي طرق التعبير عن التركيز؟ اللي هي المسائل، أسف، اللي هي القوانين اللي أنا هحل بيها. اللي هي إيه؟ القوانين اللي أنا هحل بيها المسائل. أول قانون ممكن أستخدمه يا جماعة عشان أعبر عن التركيز هو مين؟ هو الـ percent concentration أو النسبة المئوية، وده الرمز بتاعها. طيب ماشي، أنا ممكن أجيب النسبة المئوية بأكتر من طريقة. طيب أول طريقة ممكن أجيب بيها النسبة المئوية اللي هي اسمها إيه؟ اللي هي الـ weight percent. يعني إيه weight percent؟ يعني هجيب النسبة المئوية عن طريق الوزن. طب والرمز بتاعها إيه؟ W/W كده بالمنظر ده كده. تمام؟ وفي ناس ساعات ترمز للنسبة المئوية بالرمز ايه؟ W percent كده بالمنظر ده كده. ماشي يا جماعة؟ يعني حرف W وبعدين علامة النسبة المئوية. تمام، حلو قوي. طب عشان اجيب النسبة المئوية باستخدام الوزن هتبقى عاملة ازاي؟ القانون بتاعها بيقول ها ويت السوليوت على ويت السوليوشن في 100. ويت السوليوت مين السوليوت؟ اللي هو المذاب. تمام؟ اللي هي المادة اللي انت عايز تجيب تركيزها بالظبط على ويت السوليوشن كله، المحلول كله اللي المادة بتاعتك محطوطة فيه، في كام؟ في 100. طيب خلي بالك من حاجة مهمة جدا، لو الوزن اللي فوق بالجرام لازم اللي تحت يكون بالجرام، لو اللي فوق بالملي جرام لازم اللي تحت يكون بالملي جرام، لو اللي فوق بالكيلو جرام لازم يكون اللي تحت بالكيلو جرام. أيوة، يعني لازم يكون الوزن اللي فوق زي اللي تحت، أو الوحدة بتاعة الوزن اللي في البسط زي اللي في المقام. يا جماعة الكلام ده كده فيه مشكله؟ طيب حلو قوي. عشان في نقطه كده احيانا بتيجي في المسائل، لو جه في الامتحان وقال لك مثلا انا معايا محلول صوديوم هيدروكسيد، مثلا ادي محلول صوديوم هيدروكسيد اهو. تمام، ده محلول صوديوم هيدروكسيد. ماشي، المحلول ده تركيزه 5% باي ويت. ماشي، خمسة في المية باي ويت يا جماعة. يعني ايه 5% باي ويت؟ يعني المحلول بتاع صوديوم هيدروكسيد اللي قدام حضرتك ده تركيزه 5% بالويت، يعني عن طريق قانون الويت. ده معناه ايه يا جماعة؟ ده معناه تقوم رايح قايل له كده ان ال 100 جرام من المحلول، تقوم قايل له كده ال 100 جرام من المحلول ده، ماشي، فيهم كام؟ فيهم 5 جرام من السوليوت، ماشي، والباقي ايه؟ والباقي سولفين. ها ده معناه ايه؟ ان ال 100 جرام من المحلول بتاعك فيهم 5 جرام ايه؟ سوليوت، والباقي ايه؟ سولفين. وصلت الكلام ده كده فيه مشكله؟ تمام. طيب لو جه في الامتحان وقال لك المحلول اللي قدامك ده تركيزه 10%، يعني بدل ما يقول لك هنا 5 قال لك 10، يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ان ال 100 جرام من المحلول فيهم 10 جرام سوليوت والباقي سولفنت. الباقي اللي هم كام؟ اللي هم 90 جرام. الكلام ده كده فيه مشكله يا اخوانا؟ طب لو جه في الامتحان وقال لك معايا 15% محلول تركيزه 15%، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان ال 100 جرام من المحلول ده فيهم كام؟ فيهم 15 جرام سوليوت والباقي سولفين. الكلام ده كده فيه مشكله يا جماعه؟ يبقى هكذا. يبقى الحته دي مهمه جدا لانها ايه؟ بتبقى كويسه في حل الايه؟ المسائل. طيب تعالى كده ناخد مساله اهو. بصوا كده، معايا محلول تركيزه ماشي 10% ماشي من مين؟ من الصوديوم هيدروكسيد. ماشي كده يا جماعه؟ طيب
الراجل بيقول لك وزن المحلول ده الويت بتاع السوليوشن ده كله، وزن السوليوشن اللي معانا ده ماشي، وزن السوليوشن بتاعنا بيساوي 20 جرام، يبقى وزن المحلول بتاعنا كام يا جماعه؟ 20 جرام. طب ايه سؤاله؟ الراجل بيقول لك انا عايز اعرف ال 20 جرام دول قد ايه فيهم سوليوت وقد ايه فيهم سولفنت. خلي بالك من الكلام، الراجل بيقول لك المحلول ده هو تركيزه 10%، وزن المحلول ده كام كله يا عم؟ قال لك والله وزن المحلول ده كله 20 جرام، عايز اعرف ال 20 جرام دول قد ايه منهم سوليوت وقد ايه منهم سولفنت. تقوم قايل له ايه؟ تقوم رايح قايل له كده التركيز 10%، ده معناها ايه؟ معناها ان ال 100 جرام محلول فيهم 10 جرام سوليوت. تمام؟ طب لو معايا 20 جرام بس، محلول بتاعي 20 جرام بس، يبقى فيهم كام؟ مقص على طول اكس اهو، الاكس دي هي وزن السوليوت اللي موجوده في ال 20 جرام. يبقى يلا الاكس هتساوي ايه؟ هتساوي 20 في 10 على 100. ماشي؟ طيب يبقى انت كده هتجيب قيمه ايه؟ اكس اللي هي وزن الايه؟ السوليوت اللي موجودين في محلول وزنه 20 جرام. طب جبت وزن السوليوت يبقى باقي ال 20 جرام سولفنت. بس كده. يبقى دي باختصار شديد انت كده قلت له ال 20 جرام قد ايه فيهم سوليوت وقد ايه فيهم سولفنت. ماشي يا جماعه؟ مهم قوي النوع ده من المسائل، ولازم تكون فاهمه كويس عشان لو جابه في الامتحان تعرف ايه تستخدمه. طيب حتى انا كاتب لك اهو، لو معايا محلول تركيزه 5% مش عارف صوديوم هيدروكسيد، يبقى ده نفس الكلام اللي انا كنت بشرحه. طيب تاني قانون تجيب منه النسبه المئويه يا فندم، وهو الفوليوم بيرسنت. يعني ايه؟ يعني هجيب النسبه المئويه عن طريق الحجم. طب ايه الرمز بتاعه؟ اهو في ها سلاش في، ده الرمز. واحيانا بيرمزوا له بالرمز ايه؟ في ها نسبه مئويه كده. ده معناه ان انا هجيب النسبه المئويه عن طريق الايه؟ الحجم. ماشي يا جماعه؟ يبقى ارمزوا له بالرمز ده او بالرمز ده، الاثنين صح مفيش اي مشكله. ماشي؟ طيب حلو قوي. وساعات يقول لك ايه؟ في سلاش في، يحط بعدها ايه؟ علامه النسبه المئويه. كله صح مفيش اي مشكله، كله اهم حاجه تبقى انت عارف ان ده رمز للنسبه المئويه عن طريق الحجم. طب بتيجي ازاي؟ قال لك والله فوليوم السوليوت على فوليوم السوليوشن في 100. يعني حجم المذاب تمام على حجم المحلول كله في كام؟ في 100. ماشي؟ ونفس الكلام لو معاك محلول مثلا تركيزه 10% من الصوديوم هيدروكسيد، يبقى هذا يعني ان ال 100 مللي، شفت بقى المره دي قلت مللي لان انا شغال حجوم من المحلول، منهم 5 مللي سوليوت وزائد 95 مللي ايه؟ سولفن. طب ولو التركيز 10% يبقى 10 مللي سوليوت و90 جرام سولفن، وهكذا وانت ماشي. هي نفس القصه، نفس القانون بتاع المره اللي فاتت، بس الفرق ان القانون ده بالايه؟ بالحجم، الثاني كان بالايه؟ بالوزن. طيب تعال نروح اللي بعده. في قانون بعد كده بيقول لك الويت على الفوليوم بيرسنت، ورمزه دبليو سلاش في بالمنظر ده كده. طب بيقول ايه؟ قال لك والله ويت السوليوت على ويت على اسف على فوليوم السوليوشن كله في كام؟ في 100. كلمه سولين دي كده اختصار لسوليوشن، كلمه سولين ده اختصار لسوليوشن. ماشي؟ يبقى ويت السوليوت على فوليوم السوليوشن كله في 100. بس خلي بالك لو اللي فوق جرام يبقى اللي تحت ايه؟ ملي. لو اللي فوق جرام يبقى اللي تحت ايه؟ ملي. مهم جدا. طيب لو اللي فوق كيلو جرام يبقى اللي تحت لتر. يعني لو البسط بالكيلو جرام يبقى اللي تحت يبقى الايه؟ المقام باللتر، وهكذا. الكلام ده ما فيهوش مشكله خالص بالنسبه لنا. ماشي؟ اللي هو قانون الويت على الفوليوم ايه؟ بيرسنت يا جماعه. طيب تعالى بعد كده نروح على قانون بعد كده اسمه بارت بير مليون، يعني جزء في المليون، ورمزه بي بي ام، اخذ الحرف الاول من كل كلمه من الكلمات اللي قدام حضراتكم دي، اللي هو ده حرف البي بتاع بارت وحرف البي بتاع بير والام بتاع مليون، يبقى بي بي ام اللي هو جزء في المليون. طب يعني ايه التركيز في جزء بالمليون؟ جزء في المليون طبعا دي وحده ثانيه غير النسبه المئويه خالص. ماشي؟ وهي عباره عن ملي جرام اوف سوليد بير لتر اوف سولفنت. ها؟ وزن المذاب بالملي جرام اللي موجود في واحد لتر من المذيب.
طيب وقانونه بيقول ايه؟ ان البي بي ام بتساوي مللي جرام على اللتر. طيب حلو قوي. مللي جرام من مين؟ اكتب عندك كده بالعربي المللي جرام ده هي المقصود بيها اللي هي وزن المذاب بالمللي جرام على حجم المذيب باللتر. اللتر اللي تحت ده اهي معناها حجم المذيب باللتر. يبقى البي بي ام لما تيجي تحسبه تحسبه ازاي؟ ها تقول عدد مولات وزن المذاب بالمللي جرام على حجم المذيب باللتر. على حجم المذيب بالايه؟ باللتر. كده تجيب مين؟ البي بي ام. طيب حلو قوي. في قانون تاني زوده عندك كده اكتبه للبي بي ام، بيقول لك ان البي بي ام بتساوي ها وزن مين؟ السوليوت، ويت السوليوت ماشي، ويت السوليوت على ويت السوليوشن كله على ويت السوليوشن كله فيه 10 اس 6. يبقى في قانون تاني تحسب منه البارت بير مللي، تقول ايه؟ ويت السوليوت على ويت السوليوشن كله في 10 اس 6. يبقى انت كده عندك قانونين للبي بي ام. ماشي يا جماعه خلي بالكم منهم. بس القانون المهم بالنسبه لي جدا بتاع البي بي ام هو الملي جرام على اللتر، ده اهم واحد بالنسبه للاسئله. طيب يلا بينا نكمل. بعد كده نروح لقانون ثالث. يبقى احنا كده خدنا النسبه المئويه وخدنا الجزء في المليون، هنروح بعد كده للمول فراكشن. المول فراكشن يا جماعه تمام معناه بالعربي الكسر المولي. كسر الايه المولي؟ ورمزه اكس. ورمزه ايه؟ اكس. طيب تعالى معايا واحده واحده كده. انا هفترض ان انا معايا عينه، العينه دي عباره عن مخلوط من ماده ايه وماده بي. طب لو انا عايز اجيب تركيز الايه اللي موجوده في المخلوط بالمول فراكشن هتكون معايا اكس ايه، ومعناها دي المول فراكشن اوف ايه اللي هو تركيز الايه بالمول فراكشن هيساوي ان ايه على ان ايه زي ان بي. هي مين الان ايه؟ الان ايه اللي هي عدد مولات الايه. طيب والان بي اللي هي عدد مولات البي. طب لو عايز اجيب الاكس بي اللي هي المول فراكشن اوف بي ها هتقول ان بي على ان ايه زي ان بي. تمام؟ اللي هو من الاخر كده عدد مولات الايه؟ الماده اللي انت عايز تجيب تركيزها بالمول فراكشن على عدد المولات الكلي، ده معنى القانون. عدد مولات الماده اللي انت عايز تجيب تركيزها بالمول فراكشن على عدد المولات الكلي. في نقطه مهمه جدا، لو جمعت المول فراكشن بتاع مكونات المخلوط هتطلع قيمتها بتساوي 1. اكس ايه زي اكس بي هتلاقي قيمتها بتساوي 1. تمام؟ لان هي من اسمها مول فراكشن كسور. فلو جمعت المول فراكشن بتاع ايه زائد المول فراكشن بتاع بي هتلاقي قيمتها بتساوي 1. لازم يا جماعه. طب لو عندي المخلوط بتاعي مكون من ثلاث مواد. ها اجمع المول فراكشن بتاع الثلاث مواد هتلاقيه بيساوي 1. مجموع المول فراكشن لمكونات المخلوط بتاعك هتبقى قيمتها بتساوي 1. طيب في حته مهمه جدا، لو خدت المول فراكشن ضربته في 100 هتجيب النسبه المئويه. طب ولو قسمت النسبه المئويه على 100 ها هتجيب المول فراكشن. ماشي يا جماعه؟ يبقى الحته دي مهمه جدا جدا جدا. الكلام ده كده في مشكله؟ طيب زي الفل. لو جبت في حته عايزك تزودها عندك، لو جبت التركيز بالنسبه المئويه عن طريق المول فراكشن بيسموه ايه؟ بيسموه المول فراكشن بيرسل. بيسموه المول فراكشن بيرسل. ماشي؟ المول فراكشن ايه؟ بيرسل. اللي هو النسبه المئويه عن طريق الكسر المولي. ماشي يا جماعه؟ طيب ده بالنسبه لقانون المول فراكشن. نروح بعد كده للقانون الرابع وهو قانون المولاليتي. مولاليتي رمزها ام سمول ودي معناها المولاليه. تمام؟ وبتساوي ايه؟ مولز اوف سوليوت على كيلو جرام اوف سوليفنت. يعني ايه مولز اوف سوليوت؟ يعني عدد مولات المذاب. عدد مولات المذاب على وزن المذيب بالكيلو جرام. يبقى زود على عندك ده كده اهو، كيلو جرام اوف سوليفنت دي معناها وزن المذيب بالكيلو جرام. ويبقى تعريف المولاليتي عباره عن عدد مولات المذاب اللي دايبه في 1 كيلو جرام من المذيب. كلام كده فيه مشكله؟ ده تعريف المولاليتي. نروح بعد كده لتعريف المولاريتي ورمزها ام كابيتال.
مهمة جدا لازم تيجي في الامتحان المولاتي دي، لازم تلاقيها في الامتحان. طب المولاتي دي عبارة عن ايه؟ او اللي احنا بنسموها بالعربي المولارية. اللي فاتت دي كانت المولالية، ملل، لكن دي مولاريتي، مولاريتي، ماشي؟ طيب المولاريتي دي ورمزها ام كابيتال عبارة عن number of moles of solute، يعني عدد مولات المذاب that is contained، اللي موجودة in one liter of solution، في واحد لتر من المحلول. يبقى بالعربي عدد مولات المذاب اللي موجودة في واحد لتر من المحلول. طيب ايه القانون بتاعها؟ القانون بتاعها بيقول لك ان المولاريتي لام كابيتال بتساوي الويت في الجرام على الفوليوم باللتر في المولوكولار ويت. يعني ايه الويت بالجرام؟ الويت بالجرام معناها زود عندك كده اللي هي عدد وزن المذاب بالجرام. يبقى ده اهي المقصود بيها وزن المذاب بالجرام. طيب والفوليوم باللتر دي اللي هي ايه؟ اللي هو حجم المحلول، المحلول كله باللتر مضروبه في المولوكولار ويت. المولوكولار ويت اللي هي الكتله الجزيئيه او اللي احنا بنسموها الكتله الموليه بتاعه مين؟ بتاعه المذاب. يبقى القانون معناه ايه بالعربي؟ ها، وزن المذاب بالجرام على حجم المحلول باللتر مضروبه في الكتله الجزيئيه بتاعه المذاب. الكلام ده كده فيه مشكله؟ طب ماشي، احنا خدنا في ثانويه زمان ان الان اللي هو عدد المولات بيساوي الويت على المولوكولار ويت، بيساوي الويت على مين؟ على المولوكولار ويت. طب ما انا ممكن اشيل الويت من فوق والمولوكولار ويت من تحت واحط مكانهم نمبر اوف مولز اهو، ويصبح شكل القانون بالصوره اللي انتم شايفينها في الاخر دي، ان المولارتي بتساوي نمبر اوف مولز على الفوليوم بالليت. نمبر اوف مولز على مين؟ على الفوليوم بالليت. طيب ممكن اعدل في القانون شويه، اعدل الصوره الاولانيه ده اهي، تمام، طرفين في وسطين، يبقى الويت بتساوي الام اللي هي المولارتي في الحجم في الفوليوم بالليت في المولوكولر ايه؟ في المولوكولر. يعني القانون ليه كذا صوره، ممكن تقول ان المولاريتي بتساوي الويت في الجرام على الفوليوم باللتر في المولوكولار، ممكن تقول ان المولاريتي بتساوي نمبر اوف مولز على الفوليوم باللتر، وممكن تقول ان الويت بيساوي المولاريتي في الفوليوم باللتر في المولوكولار. كل دي صيغ لقانون المولاريتي. طيب حلو، ده بالنسبه لنا قانون الايه؟ المولاريه. تعال بعد كده نروح لقانون ثاني او وحده ثانيه لحساب التركيز، وهي النورماليتي العياريه. نورماليتي معناها بالعربي العيارية. طب يعني ايه عيارية بالعربي؟ العيارية اسف الرمز بتاعها ان كابيتال، يبقى العيارية الرمز بتاعها ايه؟ ان كابيتال. طب عبارة عن ايه العيارية دي؟ قال لك العيارية دي عبارة عن number of gram equivalent of solute in one liter of solution، يعني عدد الجرامات المكافئة من المذاب اللي موجودة في واحد لتر من المحلول. عدد الجرامات المكافئة من المذاب اللي موجودة في واحد لتر من المحلول. طب حلو قوي الكلام ده، جميل. النورماليتي القانون بتاعها بيقول ايه؟ الان كابيتال بتساوي الويت بالجرام على الفوليوم بالليتر في الايكويفالنت ويت. يبقى الاخيره ده اهي معناها الايكويفالنت. طيب يلا بينا كده نفسر القانون. يعني ايه الويت؟ الويت ده بتاع مين؟ الويت ده هو عباره عن وزن المذاب بالجرام، وزن المذاب بالجرام على الفوليوم بالليتر. الفوليوم بالليتر ده مين؟ اللي هو حجم المحلول كله باللتر. حجم المحلول كله باللتر. ماشي؟ طيب في الايكويفالنت ويت، مين الايكويفالنت ويت؟ اللي هو الوزن المكافئ بتاع الايه؟ المذاب. الوزن المكافئ بتاع مين؟ المذاب. الكلام ده كده فيه مشكلة؟ ما فيهوش أدنى مشكلة خالص. طب ماشي. واحدة واحدة كده. في عندي قانون بيقول ان النمبر اوف جرام ايكويفالنت number of gram equivalent
بيساوي الويت على الايكويفالنت ويت. الويت على مين؟ على الايكويفالنت ويت. يبقى في قانون بيقول لك ان النمبر اوف جرام ايكويفالنت بيساوي الويت على الايكويفالنت ويت. طب يعني انا كده ممكن اشيل الويت من فوق والايكويفالنت ويت من تحت واخلي القانون بيقول ان ال ان بتساوي ها ال ان بتساوي نمبر اوف جرام ايكويفالنت على الفوليوم باللتر. يبقى كده قانون المولاريتي له شكلين، الشكل ده ومين والشكل الاخير ده. الكلام ده كده فيه مشكله يا جماعه؟ طيب ويعتبر الشكل الاخير ده هو اللي هو الان بتساوي نمبر اوف جرام ايكوفلنت على الفوليوم باللتر، هو ده اللي جاي منه التعريف اللي هو تعريف النورماليتي اللي هو عباره عن عدد الجرامات المكافئه اللي موجوده في 1 لتر من المحلول. طب جميل، يبقى انا كده عندي تعريفين للنورماليتي او قانونين للنورماليتي، اسف عندي اثنين قانون للنورماليتي، ده وده. طب جميل، تعالى بقى واحده واحده. انت قلت لي هنا النورماليتي بتساوي الويت بالجرام على الفوليوم في الايكوفلنت ويت. انا عايز اعرف ايه الايكوفلنت ويت ده، عايز اعرف ايه الايكوفلنت ويت ده. بصوا يا جماعه، الايكوفلنت ويت بيساوي الايكوفلنت ويت بيساوي المولوكلر ويت العاديه خالص بتاعتنا اللي احنا بنعرف نحسبها على ان سمول. يبقى الايكوفلنت ويت بتساوي ايه؟ ها، بتساوي المولوكلر ويت على ان. مين الان دي؟ الان دي مش عدد المولات في القانون ده. الان هنا مش عدد المولات، الان سمول دي مش عدد المولات. امال الان سمول دي مين؟ ركز بقى، الان سمول دي بتختلف قيمتها على حسب نوع الماده اللي انت شغال عليها. يعني في حاله الحمض الان دي بتكون عدد ذرات الهيدروجين، طب وفي حاله القاعده بتبقى الان دي عدد مجموعات الاو اتش، طب وفي حالة الملح الان دي بتبقى مين؟ بتبقى تكافؤ احد الشقين في عدده. وهنقول دلوقتي يعني ايه تكافؤ احد الشقين في عدده. الكلام ده كده فيه مشكلة؟ جميل، يبقى الايكويفالنت ويت بيساوي المولوكيولار ويت على ان. في ناس بتقول ان الان دي اللي هي نمبر اوف اكتيف يونتس، نمبر اوف اكتيف، ده تفسير الان. يعني في ناس بتقول لك ان الان دي معناها number of active units يعني عدد الوحدات النشيطة. طب مين عدد الوحدات النشيطة دي يا عم؟ اللي هي عدد الاتشات في حالة الحمض، وعدد الاو اتش في حالة القاعدة، وتكافؤ أحد الشقين في عدده في حالة الملح. الكلام ده كده فيه مشكلة؟ طب ماشي، تعالى كده بقى واحدة واحدة كده، ماشي، ناخد أمثلة على الكلام ده. ماشي، لو انا عايز اجيب الايكويفالنت ويت، لو انا عايز اجيب الايكويفالنت ويت بتاع حمض ال HCl بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي المولوكيولار ويت بتاعت ال HCl ب 36.5. ازاي يا عم المولوكيولار ويت بتاعت ال HCl ب 36.5؟ ما انت عندك الكلور ب 35.5 والهيدروجين بواحد، يبقى المولوكيولار ويت بتاعت ال HCl كلها ب 36.5 على عدد ذرات الهيدروجين. عنده كام H؟ يبقى واحده، يبقى على واحد. يبقى الايكوفلنت ويت بتاعت ال HCl 36.5 على واحد يعني بكام؟ يعني 36.5. طب يلا ناخد مثال كمان، عايزين نجيب الايكوفلنت ويت بتاعت مين؟ ال H2SO4 يلا بتساوي ها اللي H2SO4 المولوكيولار ويت بتاعته ب 98، يبقى 98 على عنده كام هيدروجينه؟ 2، يبقى على 2 هكذا وانت ماشي.
ماشي يا جماعه؟ طيب حلو قوي. يبقى هنا احنا خدنا طريقه حساب الايكوفلنت ويت مهم. تعالى بقى واحده واحده كده نبدا نروح ناخد الايكوفلنت ويت للقاعده. ماشي تعالى كده اهو نقرا كده اهو بيقول لك الايكوفلنت ويت بتاع الحمض بيساوي المولكيولر ويت على النمبر اوف اتش موجب اتوم على نمبر اوف ايه عدد ذرات الهيدروجين يعني. الايكوفلنت ويت بتاع الاتش تي ال بيساوي 36.5 على 1 يعني 36.5. طب الايكوفلنت ويت بتاعت البيز اهو بتساوي المولكيولر ويت على نمبر اوف اتش جروب على عدد مجموعات الاو اتش. طب مثال مثلا صوديوم هيدروكسيد الايكوفلنت ويت بتاعته بتساوي 40 على 1 يعني ب 40. ال 40 دي جبتها منين؟ ما هي دي المولكيولر ويت بتاع صوديوم هيدروكسيد. طب بتحسبها ازاي عشان لو الناس ناسيه؟ ها ازاي تحسب المولكيولر ويت بتاع صوديوم هيدروكسيد؟ بتقول صوديوم ب 23 الاكسجين ب 16 الهيدروجين ب 1 دول لو انت جمعتهم هتلاقيهم ب 40. طيب عايز اجيب بقى الايكوفلنت ويت بتاع الصوديوم العدد الوزن المكثف بتاع الملح بيساوي المولكيولر ويت بتاع الملح عادي بحسبه عادي ايه المشكله؟ مفيش مشكله ده تمام. على الفيلنس اوف وان راديكال يعني تكافؤ احد الشقين في اتس نمبر يعني في عدده. طب يلا كده ناخد مثال. ها الراجل بيقول لك انا عايز احسب الايكوفلنت ويت بتاع ملح الصوديوم كربونات. طب جميل الايكوفلنت ويت بتساوي 106 دي المولكيولر ويت بتاع الصوديوم كربونات ماشي. على بص بقى الصوديوم كربونات اللي قدامك ده هم شقين كم شق؟ شقين شق الصوديوم ماشي عندك اثنين صوديوم وشق مين؟ الكربونات اللي هي CO3-2 ماشي. يبقى الصوديوم كربون ده كم شق؟ شقين شق الصوديوم وشق الكربونات. طيب انت ممكن تشتغل يا اما على الصوديوم يا اما على الكربونات تشتغل على احد الشقين. طب تعال نروح للصوديوم هو تكافؤ الصوديوم بكام؟ بواحد. عدده كام؟ اتنين. يبقى واحد في اتنين بيساوي اتنين. ها يبقى انا كده اشتغلت على الصوديوم اهو واحد في اتنين بكام؟ باتنين اللي هو تكافؤ الصوديوم في عدده. عندي تكافؤ الصوديوم احادي فعدده 2 ب 1 في 2 ب 2. طب تعالى نشتغل على الكربونات. ها يعني اجيب قيمه الان سمول من الكربونات. يلا تكافؤ الكربونات بكام؟ ب 2. فعددها كام؟ ما عنديش الا مجموعه كربونات واحده يبقى 2 في 1 ها ب 2. يبقى حضرتك ممكن تطلع قيمه الان سمول اللي انا بجيب من خلالها الايكوفلنت ويت من خلال مجموعه الكربونات معايا 2 اهي او من خلال الصوديوم. تطلع الان سمول من الشق الموجب او من الشق الثاني. والاثنين هيطلعوا زي بعض على فكره. يعني الان سمول من الشق الموجب هتطلع زي الان سمول من الشق السالب ده اساسي. الكلام ده كده فيه مشكله بالنسبه لنا يا جماعه؟ طيب حلو قوي الكلام ده، يبقى انا كده اتعلمت ازاي ان انا احسب الايكوفلنت ويت. اتعلمت ان انا احسب الايه؟ الايكوفلنت ويت او اللي احنا بنسموه الوزن الايه؟ المكافئ. طيب مفيش قانون يربط ما بين المولاريتي والنورماليتي؟ لا في القانون بيقول لك ايه؟ ان الان كابيتال اللي هي النورماليتي بتساوي ها الام كابيتال اللي هي المولاريتي في مضروبه في الان سمول. يبقى القانون ده هو اللي يخليك تحول من مولاريتي الى نورماليتي والعكس. النورماليتي اهو تساوي المولاريتي في الان. مين الان سمول؟ الان سمول لسه قايل لك عليها اللي هي النمبر اوف اكتيف يونتس اللي هي عدد الاتشات في حاله الحمض وعدد الاو اتش في حاله القاعده. وتكافؤ احد الشقين في عدده في حاله الملح. يبقى القانون ده هو مهم جدا لازم حضرتك تكون عارفه ان الان كابيتال بتساوي المولاريتي او الام اسف الان كابيتال اللي هي النورماليتي بتساوي الام كابيتال اللي هي المولاريتي مضروبه في الان سمول. مين الان سمول هنا؟ الان سمول اللي هي النمبر اوف اكتيف يونتس. مين النمبر اوف اكتيف يونتس دي؟ اللي هي عدد الاتشات في حاله الحمض وعدد الاو اتش في حاله القاعده وتكافؤ احد الشقين في عدده في حاله الملح. ماشي يا جماعه؟ طيب حلو قوي الكلام ده جميل. تتوقع امتى النورماليتي والمولاريتي يساووا بعض؟ لما تكون الان ده بواحد. طب وامتى تكون النورماليتي اكبر من المولاريتي؟ لما تكون الان ايه؟ ها؟ الان اكبر من الواحد. يبقى انت خلي بالك ما عندكش الا حالتين لا ثالث لهما. يا اما النورماليتي تتساوى مع المولاريتي يا اما تكون النورماليتي اكبر منه. ده تساويها والمين؟ ده لنفس المركب. ما انا ممكن احسب تركيز المركب بالنورماليتي او احسب تركيز المركب بالمولاريتي.
ممكن يبقى المركب معايا تركيزه الاول بالنورماليتي فاحول تركيزه للمولاريتي او العكس. فهو هنا بيسالك لنفس المركب امتى النورماليتي تساوي المولاريتي؟ لو الان بواحد. طب امتى تكون النورماليتي اكبر من المولاريتي لنفس المركب؟ لو الان اكبر من الواحد. مهم جدا الكلام ده يا جماعه عشان تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه. طيب حلو قوي، تعالى بقى معايا واحده واحده كده نكمل. الوحده اللي بعدها او رقم 7 هي السترينس ورمزها اس. السترينس ده نمبر اوف جرام اوف سوليد ان 1 لتر اوف سوليوشن، يعني عدد جرامات المذاب اللي موجوده في 1 لتر من المحلول. السترينس ممكن تجيبها يا اما عن طريق المولارتي اما عن طريق النورماليتي. طيب السترينس اهو بيقول المولارتي في المولوكولار ويت، السترينس يساوي الام اللي هي المولارتي في المولوكولار ويت. طب السترينس ممكن يجي ازاي تاني؟ عن طريق النورماليتي تضربها في الايكوفلنت ويت. وخلي بالك في الامتحان ساعات يعمل ايه، ممكن يجيب لك السترينس في المساله بالملي جرام على اللتر، فانت بتحول من ملي جرام على اللتر لجرام على اللتر عن طريق انك تقسم على 1000. الكلام ده مهم، وعلى فكره ممكن يجيب لك التركيز في الامتحان بدل ما يجيبوا لك جرام على اللتر يجيبوا لك مايكرو جرام على اللتر كده. المايكرو جرام اهو يبقى ده رمز اهو، مايكرو جرام على اللتر. هو في المساله جابها لك مايكرو جرام على اللتر. طب احوله ازاي للجرام على اللتر؟ ها هتقسم على 10 اس 6 من مايكرو جرام على اللتر لجرام على اللتر تقسم على 10 اس 6. طب ممكن يجيبه لي في الامتحان بصيغه ثانيه، ممكن. ايه هي؟ ها ممكن يجيبه لك بالنانو، بالنانو جرام على اللتر. طب ازاي احول النانو جرام على اللتر الى جرام على اللتر؟ اقسم على 10 اس 6 عشان بس تبقى انت مشغل مخك كده. يجيبه لك ازاي في المساله دي مش قصه. ماشي يا جماعه؟ وخلي بالك ممكن يطلب التركيز بالملي جرام على اللتر. كل الامور دي سهله بقى، التحويلات دي سهله. هم انا معايا قانون الاسترينس. طيب قانون رقم 8 بيقول لك ان الان النورماليتي بتساوي 10 في البي في الدي على الايكوفلنت ويت. 10 ده رقم ثابت، البي اللي هي البيرسنت اللي هي النسبه المئويه، الدي اللي هي الدينستي، والايكوفلنت ويت احنا عارفينه. طيب ونفس القصه الام بتساوي 10 في البي في الدي على المولوكولار ويت، البي اللي هي البيرسنت والدي دينستي والمولوكولار ويت احنا عارفينه. طيب بيقول لك القانون ده بيستخدم لما يكون عندي انت في المعمل وعندك ازازه كده مكتوب عليها البيرسنت بتاعت المحلول ومكتوب عليها الدينستي، فانت بتحسب التركيز المولارتي او النورماليتي براحتك عادي. المهم يعني في المساله امتى استخدم القانون ده؟ لما يديك بيرسنت ويديك دينستي. ماشي. اخر قانون معانا وهو قانون الدايليوشن اللي هو قانون التخفيف. طب قانون التخفيف ده بيقول ايه؟ ايه الصيغه بتاعته؟ صيغه القانون اهي يا جماعه. بيقول لك السي في الفي بيفور بتساوي السي في الفي افتر، يبقى دي صيغه قانون التخفيف. السي اللي هي مين؟ الكونسنتريشن، الفي اللي هو مين؟ الفوليوم. بيفور يعني بيفور الدايليوشن، يعني قبل ما تخفف. طب وافتر؟ افتر الدايليوشن، يعني بعد ما خففت. في ناس تقول لك السي في الفي كونك بتساوي السي في الفي دايل، ايوه يعني السي في الفي للكونك يعني للمركز بتساوي السي في الفي للدايل يعني المخفف. في ناس تقول كده وفي ناس تقول كده، يبقى القانون له صيغتين، يا اما يقولوا السي في الفي بيفور بتساوي السي في الفي افتر، او يقولوا السي في الفي للكونك بتساوي السي في الفي ها للدايل. دايل اللي هي دي اي ال اللي هي اختصار لدايليوت يعني مخفف. وكونك اختصار لكونسنتريت يعني مركز. طب جميل قوي. على حسب بقى صيغه التركيز. لو التركيز اللي انت شغال بيه نورماليتي يبقى القانون هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى كده ان في الفي بي 4 بتساوي ان في الفي افتر. طب لو القانون لو الوحده اللي انت شغال بيها مولاريتي يبقى ان في الفي بي 4 بتساوي ان في الفي افتر. وتبدا تعمل تخفيف للماده وتخفف عادي مفيش اي مشكله. طيب حلو قوي. قانون التخفيف ده هو له استخدام تاني بقى. الاستخدام التاني بتاعه في عمليه التايتريشن، في عمليه المعايره. في عمليه الايه؟ المعايره. طيب حلو قوي الكلام ده، جميل. في عمليه المعايره بنستخدم القانون ده ازاي؟ بنقول ها لو انا شغال نورمالتي ان في الفي للاسيد بتساوي ان في الفي للبيز.
وانا عندي في المعايره مثلا بتاعه الاسيد والبيز، ها بعاير الحمض بقاعده والقاعده بحمض، فبقول ان في الفي الاسيد بيساوي ان في الفي البيز. طيب طب لو كان بالمولاريتي بقول ام في الفي على الان للاسيد بيساوي ام في الفي على الان للبيز. هي مين الان سمول دي؟ الان سمول دي اللي هي عدد مولات الحمض. طب والان دي؟ دي عدد مولات القاعده. يبقى خلي بالك بقى عشان الكلام ده مهم قوي 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 في حال الامتحان، في حال الاسئله. في حاله المولاريتي، في حاله النورماليتي، في حاله النورماليتي او في حاله القانون بتاعه النورماليتي اهو، عدد المولات ما بيخشش في الحساب. بقول ان في الفي بتساوي ان في في، شكرا، وده اسهل حاجه. لكن في حاله المولاريتي، يعني لو انت بتحل المساله بالمولاريتي، لا لازم عدد المولات يخش في الحسابات عشان حسابك يطلع صح، عشان حسابك يطلع ايه صح. الكلام ده مهم جدا يا جماعه. لما تيجي تشتغل بالمولاريتي في اي مساله من المسائل لازم تحط عدد مولات وانت بتحسب، لكن في النورماليتي لا ما بحطش عدد مولات. يبقى مين الاسهل بالنسبه لي في الحل بقى؟ النورماليتي طبعا. طب لو عندي في الامتحان مساله جايه لي بالمولاريتي، يا سيدي عايز تحول المولاريتي للنورماليتي وتحل براحتك، المشكله طب ما انا اديتك القانون اللي بيحول لك من مولاريتي للنورماليتي والعكس، ماشي. طيب تعالى بقى نبدا كده معايا بعض في حل المسائل. اول مساله اهو، ماشي، نبدا على بركه الله. بيقول لك 25 ملي سولين، سولين دي يا جماعه المقصود بيها سوليوشن اوف اتش سي ال از تايتريتد، يعني بعاير ويز ستاندرد سوليوشن اوف 750,000 مولار. طبعا اللي قبل ويز بيبقى الستاندرد، بيبقى السامبل. اللي قبل ويز بيبقى السامبل، اللي بعد ويز بيبقى الستاندرد سوليوشن، عشان بس يكون الامر واضح، ماشي. اهو يبقى 25 ملي سوليوشن اوف اتش سي ال تايتريتد ويز ستاندرد سوليوشن اوف 750,000 مولار صوديوم هيدروكسيد. الفينوفيسالين واز يوزد از انديكيتور، واستخدمت تدريب الفينوفيسالين. ذا ايكويفالنس بوينت اللي هي نقطه التكافؤ واز ريتشد، وصلت لها افتر ذا اديشن اوف 18 ملي اوف صوديوم هيدروكسيد، بعد ما ضفت 18 ملي من صوديوم هيدروكسيد. ما علينا يعني. وات از ذا كونسنتريشن اوف اسيد سوليوشن؟ ايه هو تركيز الاسيد سوليوشن؟ طيب زي الفل. طلع معطياتك، الاتش سي اللي مديني حجمه 25، المولاريتي بتاعته ما اعرفهاش. الصوديوم هيدروكسيد، الفوليوم بتاعه 18 ملي، والمولاريتي بتاعته في 750,000 مولار. طب لما اجي احل، هو طبعا شغال المساله بالمولاريتي، يبقى يلا نحل كده. هنقول ايه بقى؟ ها ام في الفي طبعا على ان، هنا اللي نسيت اكتبها، ام في الفي على ان للاسيد بتساوي ام في الفي طبعا على ان المين للبيز. طيب الصوديوم هيدروكسيد لما بيتفاعل مع الاتش سي ال بيتفاعلوا مع بعض بكام؟ بنسبه 1 الى 1، يعني 1 مول من الصوديوم هيدروكسيد بيتفاعل مع 1 مول من الاتش سي ال، ماشي. يبقى ال N في حاله ال HCl بواحد، وفي حاله الايه؟ البيز بواحد. خلاص بواحد، يبقى ال N ايه؟ مش هكتبها ولا حاجه. تعال يبقى ال M في ال V، ال M بتاعت ال HCl او بتاعت الحمض مش معايا انا عايزها، والحجم بتاعه بكام؟ 25، هتساوي ها M البيز بكام؟ 750,000 مول، تمام؟ في حجم البيز بكام؟ ب 18، ويلا الطرفين في وسطين، يبقى ال M بتاعت الاسيد بتساوي 18 في 750,000 على كام؟ على 25. ماشي كده يا جماعه؟ طيب حلو قوي. طبعا ال N دي بواحد وال N دي بايه؟ بواحد، عشان كده ما كتبتهاش. ماشي. يلا المسألة اللي بعدها. بيقول لك وات فوليوم اوف 9 من 10 مولار HCl، أنا عايز حجم 9 من 10 مولار HCl. إز ريكواير، مطلوب تو كومبليتلي نيوترلايز، عشان أعمل معادلة تمام كاملة ل 25 جرام كالسيوم هيدروكسيد. يعني أنا معايا كالسيوم هيدروكسيد 25 جرام منه. ال 25 جرام كالسيوم هيدروكسيد دول عايز اعادلهم باستخدام HCl تركيزه 9 من 10 مولار. 9 من 10 ايه؟ مولار. تمام، يبقى انا هنا كل الفكره يا جماعه ان انا هنا معايا 25 جرام كالسيوم هيدروكسيد، عايز اعمل لهم تعادل، يعني افعلهم يعني مع حمض ال HCl. طب ماشي. طب ليه بيقول تعادل؟ انتوا عارفين الحمض لما بينزل على القاعده ويتفاعلوا مع بعض بيعملوا تفاعل تعادل. عايز يبقى عايز اعرف حجم ال HCl اللي انا محتاجه. هحتاج حجم HCl قد ايه عشان اعادل ال 25 جرام كالسيوم هيدروكسيد.
الكلام ده كده فيه مشكله؟ طب يلا نكتب المعطيات. دايما تكتب معطياتك عشان الامور تبقى سهله بالنسبه لك. ال HCl معطياته ايه؟ الحجم بتاعه ما اعرفوش، ده اللي انا محتاجه اصلا. المولاريتي بتاعته 9.10. الكالسيوم هيدروكسيد معايا الوزن بتاعه والكتله بتاعته ب 25 جرام. المولاريتي بتاعت الكالسيوم هيدروكسيد مش معايا، والفوليوم بتاع الكالسيوم هيدروكسيد مش معايا. طيب تعال نشوف كده واحده واحده. اولا عايز بقى ابدا اعمل ايه؟ عايز ابدا اطلع الام والفي بتوع الكالسيوم هيدروكسيد. عايز اول حاجه اعملها كده اطلع الام والفي بتوع مين؟ بتوع الكالسيوم هيدروكسيد. طب اطلعهم ازاي؟ انا عندي القانون بيقول لي الويت بتاع الكالسيوم هيدروكسيد بيساوي الام في الفي في المولكيولار ويت، قانون مولاريتي. طب حلو، الويت بتاع الكالسيوم هيدروكسيد معايا ب 25 جرام، الام والفي بتوع الكالسيوم هيدروكسيد مش معايا، لكن المولكيولار ويت بتاعته بحسبها عادي. طبعا خلي بالك بيبقى نديك الكالسيوم بكذا والاكسجين بكذا والهيدروجين بكذا عشان تقدر تحسب المولكيولار ويت، يعني انت ما بتحفظش الكلام ده، المولكيولار ويت ما بتتحفظش، هو بيديك المعطيات اللي تحسب منها المولكيولار ويت. طيب يبقى بناء عليه الام في الفي للكالسيوم هيدروكسيد هتساوي 25 على 74 يعني 337 من 1000. الكلام ده كده فيه مشكله؟ طيب يبقى انا كده بقى معايا قيمه الام في الفي على بعضها للكالسيوم هيدروكسيد. الام في الفي للكالسيوم هيدروكسيد بيساوي 25 على كام؟ على 74. طيب حلو قوي الكلام ده، ممتاز. تعالى بقى نحط القانون بتاعنا. انا عندي الام في الفي على ان للاسيد بيساوي ام في الفي على ان للبيز. طب ماشي يلا، ها ام الاسيد شيل احط القيمه 9.10، الفي الاسيد دي اللي انا عايزها. طب ان الاسيد بكام؟ ب 2، لان انت لو جبت فعل الكالسيوم هيدروكسيد مع ال HCl ها بيتفاعل ايه؟ بيتفاعلوا مع بعض بنسبه كام؟ 1 مول الى 2 مول، 1 مول من الكالسيوم هيدروكسيد بيتفاعل مع 2 مول من ال HCl. لان الكالسيوم هيدروكسيد فيه 2 او اتش، لكن ال HCl ما فيهوش الا اتش واحده، يبقى لازم جزيء من الكالسيوم هيدروكسيد يتفاعل مع 2 جزيء من ال HCl، يعني عدد مولات ال HCl بكام؟ ب 2. يلا شيل ال N ده اهي وحط قيمتها ب 2 اهي. طب تعالى يلا، ها ام في الفي على بعضها للكالسيوم هيدروكسيد اللي هو البيز معايا اللي هي 337 اللي انا لسه مطلع قيمتها، على ال N بتاعت الكالسيوم هيدروكسيد بواحد، واحد مول بس بيتفاعل منه مع 2 مول من ال HCl، يبقى ال N بتاعت الكالسيوم هيدروكسيد بكام؟ بواحد. يلا طرفين في وسطين وطلع قيمه ال V. طلعت قيمه ال V معاك بكام؟ بالرقم اللي انتم شايفينه ده. طيب خلي بالك بقى من نقطه مهمه جدا، ال V هنا طلعت باللتر. طب ليه؟ ايه اللي يخليك تطلع ال V باللتر؟ لان ال V الاولانيه ده اهي، ال V الاولانيه ده كانت باللتر. طب ايه اللي خلاك تقول ان ال V دي باللتر؟ لان القانون ده اهو الحجم اللي بيبقى فيه بيبقى باللتر، ده قانون المولاريتي. يعني ال V اللي معاك ده اهي في الاول خالص دي باللتر. طيب ما دام ال V دي باللتر يبقى ال V اللي هتطلع في الاخر تبقى باللتر. عشان بس يكون الامر مهم كده وواضح بالنسبه لكم يا جماعه. الحته دي عشان ما تقعوش فيها. طب هو طالب مني، افرض مثلا طلب مني في المساله الحجم بالملي. يا سيدي ما هي طالعه معاك لتر اهي، اضرب اللتر في 1000 هي تحول لملي. طب جميل، المساله اللي بعدها اختها هو ميني ملي وفي 1 مولر اتش تو فور سوليوشن ار ريكوارد تو نيوترلايز 2.1 جرام كالسيوم هيدروكسيد. هتحل عادي نفس القصه. بس طبعا ال H2SO4 وال KOH بيتفاعلوا مع بعض بنسبه كام الى كام؟ 1 مول من ال H2SO4 بيتفاعل مع 2 مول KOH، لان ال H2SO4 فيه اتشين وال KOH فيه او اتش واحده. خلي بالك من الجزئيه. مهم جدا بالنسبه لنا الموضوع ده. طب واحد يقول لي انا مش عايز ادخل عدد المولات والكلام ده في الحسابات عشان ما اتلخبطش. يا سيدي حول المولاريتي لنورماليتي واشتغل. بحت. مفيش مشكله. اللي بعده. المساله دي سهله، مساله تعويض مباشر خالص. تمام؟ بس طبعا لازم تاخد عدد الايه؟ المولات في الحسابات، لان هنا ايه؟ H2SO4 بيتفاعل مع صوديوم هيدروكسيد، هيتفاعلوا طبعا بنسبه 1 مول من ال H2SO4 مع 2 مول من الصوديوم ايه؟ هيدروكسيد. تمام؟ فلازم تاخد عدد المولات في الحسابات. يعني هتقوم قايل كده، ها ام في الفي لمين؟ للاسيد طبعا على ان طبعا بتساوي ام في الفي على ان للبيز. هو ده القانون.
بس ال N في حالة الأسيد بكام؟ واحد. لكن ال N في حالة البيز بكام؟ اثنين. ماشي يا جماعة؟ وحل ماشي أي مشكلة. المسألة اللي بعدها What volume of 139 من 1000 مولار؟ عايز أبدأ أعرف الحجم بتاع حمض الفوسفوريك اللي هو تركيزه 139 من 1000 مولار is used to reach equivalence point اللي أنا عايزه عشان أوصل equivalence point وين 38.5 ملي خد 5 من 10 مولار صوديوم هيدروكسيد تمام is titrated with phosphoric acid in which phenolphthalein is used as indicator. حلو قوي. الفينولفثالين خليك فاكر المعلومه دي عشان هنحتاجها. انا استخدمته هنا كانديكيتور. طيب امتى اخد الانديكيتور بتاعي يعني امتى اخد بالي منه؟ يعني وانا بحل المساله امتى لازم اخد بالي من الدليل المستخدم؟ او امتى لازم ابدا اعرف هل المستخدم فينولفثالين ولا مثيل اورانج؟ لما يكون التفاعل بتاعك بيحدث على اكثر من خطوه. طب تعالى مع بعض واحده واحده عشان نفهم الامور ما تمشي ازاي. هنفهمها من التيتريشن كيرف اكتر. ال H3PO4 الحجم بتاعه مع انا عايزه والمولارتي بتاعته ب 139 مللي. صوديوم هيدروكسيد حجمه 38.5 مللي والمولارتي بتاعته ب 5 من 10 مولار. ادي التفاعل ما بين ال H3PO4 والصوديوم هيدروكسيد بيتفاعلوا على ثلاث خطوات. كل مره تدخل صوديوم وتطلع H. دخل صوديوم وطلع H، دخل صوديوم وطلع H. دول الثلاث خطوات بتوع تفاعل H3PO4 اللي هو حمض الفوسفوريك تمام وساعات على فكره بيقولوا عليه اورثو فوسفوريك اسيد. يبقى ساعات يقولوا فوسفوريك اسيد وساعات يقولوا اورثو فوسفوريك اسيد الاثنين واحد عادي يعني. طب تعالى بقى مع بعض واحده واحده. ادي التيتريشن كيرف. التفاعل تم على ثلاث خطوات يبقى هيبقى فيه كام ايكويفالنس بوينت؟ ثلاثه. ادي الايكويفالنس بوينت الاولى، ادي الايكويفالنس بوينت الثانيه، ادي الايكويفالنس بوينت الثالثه. كل ايكويفالنس بوينت منهم تمثل خروج اتش. طيب الدليل المستخدم معانا مين؟ فينولفثالين. طب لما انا اشتغل بفينولفثالين على انا طبعا بادئ من تحت من هنا وامشي امشي امشي كده جبت الاتش الاول، امشي 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 كده جبت الاتش الثاني. يعني الفينولفثالين لما يغير لونه بيبقى طلع من الحمض كام اتش؟ اتنين. يعني يعتبر حضرتك استهلكت من الحمض قد ايه؟ تلتينه. ان هو فيه 3 اتشات لما تاخد منهم 2 يبقى خدت ايه؟ تلتين. هو بيعتبر نفسه مقسم الحمض الى 3 اتلات، كل اتش تمثل تلت، كل اتش تمثل تلت. طب انت خدت اتشتين يبقى خدت من الحمض قد ايه؟ تلتين. طب تعالى يلا مفيش اي مشكله خالص بقى نحل ازاي. هنقول يلا بينا نحل كده. يلا ام في الفي للاسيد طبعا لازم على ان عشان احنا ما كتبش ال ان زودوها عندكم. ام في الفي على ان بتساوي ام في الفي على ان، لازم المولاريتي تحط لها ان. ام في الفي على ان للاسيد تساوي ام في الفي على ان للبيز. جميل هذا الكلام. طب ليه حطيت هنا تلتين؟ لان انا الحمض الكميه اللي تم استهلاكها منه تلتين بس، لان انا شغال بدليل الفينولفثالين. شغال بدليل مين؟ الفينولفثالين. طب حلو قوي، جميل الكلام ده. يلا شيل كل حاجه وحط قيمتها. ها الام بتاعت الفوسفوريك 139 من 1000، الفي بتاعت الفوسفوريك عايزها. طب والان بواحد لان انا بتفاعل عندي واحد مول بس من الاتش 3 بي او 4، جزيء واحد من الاتش 3 بي او 4 بيتفاعل مع ثلاث جزيئات من الصوديوم. طيب يلا ام في الفي على ان، الان في حاله البيز بكام؟ بثلاثه. ايوه بثلاثه. جميل. يبقى كل حاجه عندك معلومه الا الحجم اللي انت محتاجه بس هو اللي مش معلوم هتجيبه. طرفين في وسطين بقى وحل الايه المساله. بس طبعا هنا هتزود في الايه؟ في المقام كام؟ 3 اللي انا حطيتها دي. تمام؟ يبقى الفي بتساوي 3 في نص 38.5 على 3 في 2 في 139 من 1000 وطلع القيمه عادي جدا مفيش اي مشكله. طب واحد يقول لي انا مش عاجبني الكلام ده. يا سيدي روح حل بالنورماليتي عادي جدا. بس لو حتى لو حليت بالنورماليتي لازم الاثنين على 3 تتكتب حتى في حاله النورماليتي. لان دي الكميه اللي تم استهلاكها من الحمض لان الدليل المستخدم هنا فينولفثالين. ماشي. يبقى امتى احط تلتين والكلام ده؟ لما يبقى الماده بتاعتي ما حصل لهاش كومبليت نيوتراليزيشن، الماده بتاعتي ما خلصتش، لان الفينولفثالين هنا حضرتك بيجيب تلتين ال H3PO4 بس، بيجيب ادي ال H الاولى هنا وادي ال H الثانيه هنا. ماشي يا جماعه. طيب حلو. يبقى هي دي القصه بتاعتنا في حل المساله دي، ما فيهاش اي مشكله خالص، بس لازم تاخدوا بالكم من الحتت دي كلها.
نروح بعد كده المساله اللي بعدها، مساله سهله خالص جدا جدا مش اي حاجه. او بيقول لك فوليوم اوف 128 مللي اوف 650 مولر باريوم هيدروكسيد واز ريكوايرد تو كومبليت نيوترلايز 50 اوف نيتريك 50 مللي اوف نيتريك اسيد سوليوشن واز ذا كونسنتريشن. اه قال لك كومبليت نيوترلايزيشن، خلاص يبقى هتقوم قايل لي بقى ها على طول بقى ام في الفي ها على ان للبيز بتساوي ام في الفي على ان لمين؟ للاسف خلاص ما كومبليت نيوتراليزيشن، ما فيش بقى لا تلت ولا تلتين ولا الكلام ده، ما فيش. ما هو اصل قال لي كومبليت نيوتراليزيشن الماده اللي عندي كلها خلصت، بس لازم تاخد عدد المولات في الاعتبار. ام البيز بكام؟ 650000. في البيز ب 128. طب البيز بتدفع لي كام؟ عدد المولات واحد بس. يلا ها النيتريك اسيد اللي هو ال HNO3 يلا الام بتاعته ها ما اعرفهاش، ده انا عايز الفي بتاعته ب 50 على الان لا بيتفاعل منه 2 جزيء او 2 مول، يبقى الان بتاعته بكام؟ ب 2. طب ليه حمض النيتريك يتفاعل منه 2 مول مع 1 مول من الباريوم هيدروكسيد؟ لان الباريوم هيدروكسيد فيه 2 او اتش، لكن حمض النيتريك ما بيديش الا اتش واحد. خلاص يا جماعه ده وحل عادي جدا ما فيش اي مشكله فيه. يبقى لما يقول لي كومبليت نيوتراليزيشن يبقى خلاص ما فيش لا تلت ولا تلتين ولا الكلام ده، تاخده في الاعتبار. طيب نروح للمساله اللي بعدها يا جماعه. بقول لك وات سم مولارتي اوف اوكزاليك اسيد، عايز يبدا يعرف المولارتي بتاعت الاوكزاليك اسيد اللي هو H2C2O4 سوليوشن اي ب 22.5 مللي اوف زيست سوليوشن ريكوايرد 35.72% مللي اوف 198000 مولار صوديوم هيدروكسيد فور كومبليت نيوتراليزيشن. كمين يبقى ما دام قال لي كلمه كومبليت نيوتراليزيشن يبقى ما احطش في اعتباري ايه لا تلت ولا نص ولا الكلام ده، خلاص هما المادتين بيعادلوا بعض بالكامل، بس لازم تحط في اعتبارك عدد المولات. طيب حلو قوي. ايه المعطيات؟ ان حمض الاوكزاليك حجمه معروف لكن المولات بتاعته انا محتاجها، الصوديوم هيدروكسيد حجمه معلوم لكن المولات بتاعته انا ما ايه المولات بتاعته معايا اهي ب 198000 مولر. طيب بيتفاعلوا مع بعض بنسبه كام؟ 1 مول من الاوكزاليك بيتفاعل مع 2 مول صوديوم هيدروكسيد، اهو بيتفاعل على خطوتين حتى زي ما انتم شايفين كده. ادي الاوكزاليك اهو بيتفاعل مع جزيء صوديوم هيدروكسيد الاولاني بيتحول الى صوديوم اوكزاليت، بعد كده الصوديوم اوكزاليت اتفاعل مع كمان صوديوم هيدروكسيد اتحول الى داي صوديوم اوكزاليت زي ما انتم شايفين كده. يعني 1 مول من حمض الاوكزاليك بيتفاعل مع 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد. ليه؟ لان حمض الاوكزاليك عنده اتشين، ادي الاتش الاولى وادي الاتش الثاني تمام، وصوديوم هيدروكسيد عنده او اتش واحد، فعشان يحصل تعادل كامل لازم يبقى ايه ها 2 او اتش من القاعده يتفاعلوا مع جزيء واحد من حمض الاوكسجين. ما علينا يعني، المهم وادي التيتريشن كيرف بتاعها مش هيفيدني في حاجه هنا، التيتريشن كيرف اصلا مش ملوش فايده في الحل هنا اصلا، بس تبقى عارف ان التيتريشن كيرف بتاع الاوكسجين بالمنظر اللي انت شايفه ده يبقى ايه مكان معلومه ليك، لكن في الحل مش هيفيدني هنا. طيب ام في الفي على الان للاسيد تساوي ام في الفي على الان للبيز، جميل. ام الاسيد ما اعرفهاش، في الاسيد ب 22.5، طب ان الاسيد بواحد مول بس تمام. يلا ام البيز ب 198000، في البيز ب 35.72%، ال ان بتاعت البيز لا ب 2 لان بتفعل 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد، طرفين في وسطين على طول تمام. وطلع بقى او صف المقدار ده مثلا الاول وبعد كده ده ايه طلع ايه قيمه الام، طلعت قيمه الام معاك ب الرقم اللي انتم شايفينه ده او 3.10 ايه مولر. الكلام ده كده فيه مشكله؟ مساله عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، بس اهم حاجه تبقى عارف اول ما يبقى فيه كومبليت نيوتراليزيشن ما تبقاش ما تبصش لنوع الدليل المستخدم، ما عادش يفرق معايا الدليل بقى، ما يفرقش معاك هو مستخدم دليل مين، حتى هو ما ذكروش في المساله. لكن اول ما تلاقيه في المساله بقى ايه ما قالش كومبليت نيوتراليزيشن وقعد يقول لك انا مستخدم دليل كذا، لا يبقى لازم تبص بقى لنوع الدليل بقى، والدليل بقى اللي انت استخدمته جاب قد ايه من الماده، نصها ولا ثلثها ولا كلها وهكذا وانت ماشي. لكن شفت كمل الكومبليت نيوتراليزيشن ما تبصش بقى انت شغال بدليل مين، ما تقعدش تفرق معاك. طيب صلوا بينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نبدا نخش على مساله ثانيه تمام. المساله دي بيقول لي ركزوا بقى فيها شويه كده معايا 2.10 جرام ميكشر يعني مخلوط وزنه 2.10 يعني الوزن الكلي المخلوط 2.10. المخلوط ده من مين؟ اهو بقول لك اوف صوديوم هيدروكسيد وصوديوم كلورايد، يعني من صوديوم هيدروكسيد والصوديوم كلورايد. جميل هذا الكلام المعفن. ايش يا فندم؟ المخلوط ده
ريكوير يعني محتاج 20 ملي اوف 1/10 مولر اتش سي ال كمي. يبقى المخلوط ده هيت عشان يتفاعل محتاج 20 ملي من الاتش سي ال. تركيزه كام الاتش سي ال ده يا فندم؟ 1/10 مولر. جميل. ليه بقى؟ قال لك تو ريتش الايكويفالنس بوينت، عشان اوصل الايكويفالنس بوينت كالكوليت ذا بيرسنتج اوف صوديوم هيدروكسيد ان ذا سامبل. عايز يحسب النسبه المئويه بتاعه الصوديوم هيدروكسيد في السامبل. السامبل دي اللي هي مين؟ هي المخلوط يعني. حلو قوي. اسال حضرتك سؤال بسيط كده، المخلوط بتاعك من صوديوم هيدروكسيد وصوديوم كلورايد صح؟ طيب المادتين دول بتوع الصوديوم هيدروكسيد والصوديوم كلورايد مين فيهم اللي هيتفاعل مع اتش سي ال؟ عشان بس يكون امر واضح معاك كده من الاول. صوديوم هيدروكسيد ده قاعده، والصوديوم كلورايد الصوديوم هيدروكسيد قاعده، ده اهو صوديوم هيدروكسيد ده اهو ده كده قاعده هيتفاعل مع الاتش سي ال. حلو. طب والان ايه سي ال اللي هو اسمه صوديوم كلورايد ده؟ لا ده ملح متعادل مش هيتفاعل اصلا مع الاتش سي ال. حاجه متعادله هتتفاعل مع الاتش سي ال ليه؟ ركز كده الله يرضى عنيك. جميل. حلو قوي. يبقى احنا هنا بقى نبدا نركز كده واحده واحده، خلي بالك من المعلومه دي ويلا بينا نركز. المعطيات ال اتش سي ال يا فندم المولاريتي بتاعته ب 1/10 والفوليوم بتاعه بكام؟ ب 20 مللي. السامبل ميكشر بتاعتي ب 2/10 جرام. طب حلو، يبقى دي كده بالنسبه لي انا المعطيات بتاعه حضرتك. طب ايه المطلوب ايه؟ دايما في المسائل لما تحس ان المساله كلكعت منك كده عشان تحلها بهدوء شوف المطلوب ايه، حط القانون بتاعه عشان تعرف ايه اللي ناقصك عشان تجيبه. ها، ولا سحر ولا شعوذه، كلام جميل سهل خالص اهو. طب ماشي، ازاي بقى؟ ايه المطلوب؟ بص يا فندم، المطلوب دلوقتي بقول لك انا عايز النسبه المئويه بتاعه الصوديوم هيدروكسيد في العينه. طب النسبه المئويه هنا اجيبها بانهي قانون؟ ما انا ممكن اجيب النسبه المئويه بالويت، ممكن اجيبها بالفوليوم، وممكن اجيبها من الويت بالفوليوم. هو هنا اداك حجم المخلوط كله بايه، او اسف اداك المخلوط هنا ايه؟ 2/10 جرام، مديك وزن المخلوط. يبقى انسب قانون سيادتك تستخدمه هو قانون الويت بيرسنت. طب حلو قوي، قانون الويت بيرسنت بيقول ايه؟ هتلاقيني كاتبه لك في الاخر اهو، او ملاش نكتبه في الاول تاني اهو. قانون الويت بيرسنت افكركم بيه، قانون الويت بيرسنت بيساوي ها ويت مين؟ ها السوليوت. ماشي، على ويت مين؟ ها السوليوشن كله. صحني ولا ايه؟ ماشي يا فندم، علاوة السوليوشن كله في 100. جميل هذا الكلام، ده القانون الويت بيرسنت. طب عشان احسب الويت بيرسنت بتاعت الصوديوم هيدروكسيد في المخلوط، ما هو المخلوط عندي صوديوم هيدروكسيد وصوديوم كلورايد، خلي بالك من الكلام ده. حلو، ده المخلوط. حلو قوي. طب عشان اجيب النسبه المئويه بتاعه الصوديوم هيدروكسيد في ال 2/10 جرام بتوع المخلوط، بقول ويت السوليوت، مين السوليوت؟ اللي هو ويت الصوديوم هيدروكسيد نفسه، على ويت السوليوشن، مين ويت السوليوشن؟ اللي هو ويت الميكشر. طب ويت الميكشر ده معايا ب 2/10. حلو قوي، يبقى اللي فاضل لي مين عشان اجيب النسبه المئويه؟ اللي فاضل لك اهو اللي هو ويت السوليوت، اللي هو ويت الصوديوم هيدروكسيد. يعني من الاخر كده ال 2/10 جرام بتوع المخلوط فيهم كام جرام صوديوم هيدروكسيد؟ بس دي القصه، ما في كل بساطه وهدوء. يبقى اللي فاضل لي باختصار شديد هو وزن الصوديوم هيدروكسيد اللي موجود في ال 2/10 جرام. شفت بقى لما تكتب القانون بتحدد انت عايز ايه، يبقى انت عارف انت رايح فين، كانك بترسم خريطه لحضرتك كده تمشي عليها يا فندم. طب تعالى بقى نرجع بقى للكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ال 2/10 جرام مخلوط بتاع صوديوم هيدروكسيد وصوديوم كلورايد، ماشي،
المخلوط ده خدوا عايره بايه؟ عايره ب HCl. طب لما اخد المخلوط ده ها وعايره ب HCl، مين في المخلوط اللي هيتفاعل مع ال HCl؟ قلتها لك في الاول، الصوديوم هيدروكسيد هيتفاعل بس مع ال HCl. يبقى حلو قوي الكلام ده، ده انت كده بسطتها لي. طب تعالى بقى مع بعض واحده واحده، تعالى مع بعض ايه واحده واحده. هنقوم قايلين ايه بقى؟ ركز، ده كده القانون اللي هحسب منه الويت بتاع الصوديوم هيدروكسيد. مش انت قلت لي انت عشان تحل المساله عايز ويت الصوديوم هيدروكسيد؟ بالظبط كده. طيب ويت الصوديوم هيدروكسيد بيساوي ايه؟ بيساوي الام في الفي في المولكولار ويت على الفا. طب ماشي، تعالى مع بعض نكمل. ماشي، هنا يبقى ده قانون حساب الويت، خليه على جنب كده كده. يلا نكمل. انا عندي القانون الثاني بيقول لي ان ام في الفي على ان الاتش اس ال تساوي ام في الفي على ان الصوديوم هيدروكسيد. انت ليه قلت الاتش اس ال قبل الصوديوم؟ لان دول اللي هيتفاعلوا مع بعض لما عاير. طيب ام الاتش اس ال ب 1 من 10، في الاتش اس ال ب 20، ان الاتش اس ال ب 1. يلا ام الصوديوم هيدروكسيد ما اعرفش هي بكام، دي الصوديوم هيدروكسيد ما اعرفش هي بكام. طب الان بتاعته ب 1 لانه بيتفاعل بنسبه 1 الى 1. يبقى انت كده بقى مع حضرتك قيمه الام في الفي للصوديوم هيدروكسيد بتساوي كام؟ 1 من 10 في 2 في 20. 1 من 10 كام؟ في 20. يبقى كل الفكره من الحركه ده اهي كده، من الجزء ده كده، اللي انا بجيب قيمه الام في الفي للصوديوم هيدروكسيد. طب ما يلا كده مع بعض، يلا ها، يبقى الويت بتاع الصوديوم هيدروكسيد هيساوي ايه؟ ها 1 من 10 في 20، اللي هي مين ال 1 من 10 في 20؟ اللي هي قيمه الام في الفي، يعني شلت الام في الفي ده اهي وحطيت قيمه المولوكولار، وبعد كده شيل المولوكولار وتحط القيمه اللي هي ال 40. طيب ليه قسمت على 1000 بقى؟ يعني ليه قسمت على 1000؟ مع ان المفترض ال 1000 دي هنا بلاش، لا انا بس عامل حساب ان انا اقسم على 1000 لان الحجم اللي معاك هنا بالملي، فلازم تقسم على 1000 عشان تحوله للتر. لازم تقسم على 1000 عشان تحوله لايه؟ للتر. فانا كنت حاطط ال 1000 في الايه؟ من الاول اهو في القانون كده، عشان عامل انا عارف ان الحجم اللي عندي بالملي، فلازم احط اقسم على 1000 عشان احول للتر. لان الايه اهو الحجم في المساله من الاول هو معاك بالملي اهو، فلما جيت استخدم القانون ده خلاص انا لازم اقسم على 1000 عشان الحجم اللي معايا بالملي، عشان احول الحجم من ملي الى لتر، لان القانون ده ما بيشتغلش الا بالحجم باللتر. طب ماشي، وبناء عليه خلاص جبت الويت بتاع الصوديوم هيدروكسيد ب 8%، يبقى البيرسنتج بتاع الصوديوم هيدروكسيد 8% على 2 من 10 في 100، او 8% اللي هو وزن الهيدروكسيد، 2 من 10 اللي هو وزن مين؟ تاني البرسنتج بتاع الصوديوم هيدروكسيد بيساوي 8% على 2 من 10 في 100، ل 8% اللي هو وزن الصوديوم هيدروكسيد في المخلوط، 2 من 10 اللي هو وزن المخلوط كله، تمام في 100، طلع بكام؟ ب 40%. الكلام ده كده فيه مشكله؟ يبقى هي دي المساله يا جماعه، سهله جدا بس فيها فكره بسيطه لازم تاخد بالك منها. طيب المساله اللي بعدها بقول لك كالكوليت ذا بي اتش 4 سوليوشن فروم باريوم هيدروكسيد اتس كونسنتريشن 1 من 10 مولار. طيب سهل قوي، باريوم هيدروكسيد ده بيتقيم الى باريوم وهيدروكسيد. طيب الباريوم هيدروكسيد تركيزه ب 1 من 10، يبقى الباريوم ب 1 من 10، يبقى الاو اتش ب 2 في 1 من 10. ليه؟ لان ال 1 مول من الباريوم هيدروكسيد بيطلع 2 مول من الاو اتش، كده بقى معاك التركيز الكلي من الاو اتش. طب ماشي، ما دام معاك التركيز بتاع الاو اتش، عايز ايه بقى؟ افكرك الاول، البي اتش زائد البي او اتش بتساوي 14. طيب البي او اتش بتساوي سالب لوج الاو اتش. طب ما انا معايا قيمه الاو اتش، شيل الاو اتش وحط قيمتها، يبقى سالب لوج 2 في 1 من 10 يبقى 6 من 10. طب انا كده جبت البي اتش بس هو طالب في المساله البي اتش، يبقى يلا البي اتش زائد 6 من 10 تساوي 14، يبقى البي اتش بتاع 13 و4 من 10. يبقى انت كده حليت الايه؟ المساله. طيب قبل ما احل المساله دي يا جماعه ارجع تاني النقطه، انا هنا يا جماعه قسمت في القانون ده على 1000 بالرغم ان القانون ما فيهوش 1000، لان انا الحجم اللي معايا في المساله في الاول هنا كان بالملي. فما دام انا عارف ان الحجم اللي معايا بقى من ملي، لازم خلاص تحط هنا 1000 عشان تحول الحجم. ماشي؟ تمام، اتمنى الناس تكون فهمت النقطه دي كويس قوي. المساله اللي تحس ان انت متلخبط فيها شويه، تمام، او هتنسى فيها نقطه او هتنسى فيها خطوه، يبقى حضرتك لازم تقفل الورق بتاعك، تاخد المساله تحلها مع نفسك انت الاول. غيابيا كده، كذا مره شخص تتاكد ان انت هضمت المساله. ما تجيش على المساله وتقول اه ده جميل، الفكره جميله ولذيذه انا فاهمها كويس قوي، تروح في الامتحان تلاقي نفسك مش عارف تحل. ليه؟
لان حضرتك ما ذاكرتش كويس، حضرتك ذاكرت مذاكره ايه ماشي حالك كده ماشي يا جماعه. فيفضل انت تاخد بالك وتحل المساله كويس، خصوصا المسائل اللي تحس ان انت عندك لبس فيها. يا جماعه الامتحان مش وقت للتجريب، انت رايح تحل، بل التجريب ده في البيت، عشان بس يكون الامر واضح كده لحبايبنا اللي بيذاكروا ايه المذاكره سطحيه. طيب نروح للمساله اللي بعدها. سامبل اوف كونسنتريتد اتش ان او 3، يعني عينه من حمض النيتريك بس عينه مركزه. اتش ان او 3 ده اللي هو حمض النيتريك از دايلوتد باي ديزولفنج 9777000 جرام ان 1 لتر اوف ديستيلد ووتر. يعني عشان اخففها خدت من العينه دي 9777000 جرام وحطيتهم في 1 لتر ايه ماء مقطر ديستيلد ووتر اللي هو الماء المقطر. جميل. كالكوليت ذا بيرسنتج اوف نيتريك اسيد، احسب ايه النسبه المئويه بتاعه حمض النيتريك. شفت لو ركزت في اول مساله عامل ايه؟ ها كتب لك اتش ان او 3 رمز، وفي نص المساله قام رايح قايل لك نيتريك، يبقى لازم تبقى انت مربط دنيتك عارف ان الاتش ان او 3 اللي هو حمض النيتريك. ان ذا سامبل في العينه، اف يو نو ذات، لو انت عرفت ان 25 مللي اوف هنقول 1 من 10 بدل ما نقول الرقم الكبير 1 من 10 نورمال سوديوم هيدروكسيد از ريكوايرد تو نيوترلايز 45 مللي اوف ذا دايلوتد سوليوشن. طيب حلو قوي الكلام ده، خلينا نكتب معطياتنا ونحل. طيب بص يا جماعه ال HNO3 الحجم بتاعه 45 مللي، ايه ده بقى انت هتلخبطنا ليه؟ بصوا يا جماعه ركزوا بقى معايا كده واحده واحده اللي حصل ايه هنا. ركز، اخدت 9777 من 1000 جرام من حمض النيتريك دوبتهم في 1 لتر ميه، يبقى اذا انا حجم حمض النيتريك اللي معايا، حجم المحلول بتاع حمض النيتريك اللي معايا هو 1 لتر. هو كام؟ هو 1 لتر، بس الكميه اللي انا هاخدها عايرها 45 مللي. ما هو انا مش معقول يعني هروح اعاير ال 1 لتر من حمض النيتريك، ده انا عندي 1 لتر حمض نيتريك فباخد منه شويه واروح اعايره عشان اعرف تركيز المحلول كله كام. ماشي؟ فالراجل قمت كاتب لك انا هنا ان ال HNO3 الحجم بتاعه كام؟ 45 مللي. ال 45 مللي دول الحجم او الكميه اللي انا اخدتها عشان اعيرها من الواحد لتر اللي كان موجود عندي او اللي انا عملته. طب النورماليتي كام؟ معرفش. طب الصوديوم هيدروكسيد الفوليوم بتاعه 25 مللي والنورماليتي بتاعته قلنا هنقول 1 من 10. جميل. عايز ايه بقى؟ كل المطلوب هنا انك تحسب النسبه المئويه بتاعت حمض النيتريك في السم. طب حلو قوي، ركز بقى معايا واحده واحده كده. السم اللي انا اخدتها كانت كام؟ السامبل بتاع حمض النيتريك اللي انت خدتها كان وزنها كام؟ كانت 9777 من 1000 جرام. 9777 من 1000 جرام. طيب يقوم تعمل ايه بقى سيادتك؟ تكتب القانون اللي انت عايزه على طول اللي هيطلع لك الحل. القانون بيقول لك ايه؟ ان البرسنتج هتاخد اي برسنتج مديك اهو وزن السامبل بمين؟ بالويت، يبقى انت الانسب ليك قانون الويت برسنتج. تمام يلا. قانون الويت برسنتج اهو الويت برسنت بتساوي ها ويت الايه السوليوت، ويت السوليوت ماشي على ويت ها السوليوشن كله في كام؟ في 100. ركز معايا في الحل اللي انا بحله ده. الحل اللي انا بحله ده حل مختصر عن الحل اللي موجود عندك. تمام؟ طيب يبقى الويت بيرسنت بتساوي ويت السوليوشن على ويت السوليوشن كله في 100. طب ويت السوليوشن كله هو معروف السامبل اللي هو اللي معاك اللي خدها دوبها في 1 لتر كام؟ 9777 من 1000 جرام. يبقى ويت السوليوشن اللي هو ويت السامبل على بعضها اللي هو ويت المحلول كله معاك. فاضل لي مين بس؟ فاضل لي ويت السوليوت عشان اعرف اجيب النسبه المئويه. طب حلو قوي. ويت السوليوت السوليوت بالنسبه لك اللي هو مين؟ هو حمض النيتريك. يبقى انا هقوم قايل كده اهو ويت حمض النيتريك ويت ال HNO3 يلا ها ويت ال HNO3 بيساوي ويت ال HNO3 بيساوي كام؟ ها بيساوي ال M او اسف الN بقى، أنا آسف يا جماعة معلش، الN
هنستخدم هنا ال N في الفوليوم باللتر ماشي في الإكويفلنت ويت. الكلام ده كده فيه مشكلة؟ يبقى أنا عشان أجيب الويت هقول النورماليتي في الفوليوم باللتر في الإكويفلنت. جبت الكلام ده منين؟ ده القانون ده جايبه من قانون النورماليتي. ماشي سهل جدا. ده الويت ده اللي أنا عايزه. تمام؟ الحجم كام؟ حجم المحلول كله؟ 1 لتر. ما هو أنا خدت 977,000 جرام ضربتهم في 1 لتر مية. يعني كده غالبا حجم المحلول كله لتر. الإكويفلنت ويت بتاعت حمض النيتريك بتحسبها عادي جدا مفيش أي مشكلة. طب الإكويفلنت ويت بتاعت حمض النيتريك بتساوي كام؟ ها؟ أهو. على الجنب عشان الناس تبقى تكتب الإكويفلنت ويت بتاعت حمض النيتريك بتساوي المولوكيولار ويت بتاعته بتحسبها عادي جدا مفيش أي مشكلة. على كام؟ على 1 لأن حمض النيتريك مفيهوش إلا إتش واحد. خلاص يبقى دي هتطلع قيمتها مفيش أي مشكلة. ودي معاك الفوليوم بواحد تمام. طيب فاضل لك مين بقى عشان تجيب الويت؟ فاضل لك النورماليتي. طب ما حلو قوي الكلام ده. هو انا مش عندي انا خدت كام؟ خدت 45% مللي من حمض النيتريك عايرتهم باستخدام صوديوم هيدروكسيد. طب ما انا ممكن اقول ايه؟ ان الان في الفي ها الان في الفي مين الاسيد بتساوي ها ان في الفي لمين؟ البيز. طب حلو قوي الكلام ده. ان الاسيد دي اللي انا عايزها اصلا. في الاسيد الحجم اللي انت عايزه اللي هو 25 45% مللي. طيب يلا هيساوي ان البيز دي 1/10 اللي هو الرقم ده ماشي. طب الفي بتاع البيز ب 25 يبقى كله بقى معلوم معاك ما عدا الان بتاعت الحمض اللي انت عايزه. طلعها وبعد ما تطلع قيمتها عوض بيها هنا هتجيب الويت. بعد ما تجيب الويت خده حطه فوق لو في المساله وهات الويت بيرسنت يا جماعه. الحل ده سهل جدا اسهل من الحل اللي انا كاتبه وحل ظريف ما فيهوش اي مشكله خالص. طيب واحد يقول لي انت ليه هنا ما قسمتش على الان؟ يا عم ده النورماليتي. انا في النورماليتي ما بقسمش على الان ماشي. طيب ادي ده حل تاني اهو برده تمام عن طريق السترينس. جبت السترينس ماشي وعوضت على طول. لو انت عايز تبقى تشوفه شوف ما فيش اي مشكله خالص في الموضوع. عملت ان في الفي للاسيد سواء ان في ده الحل الثاني. انا كده الحل الاولاني خلصت خلاص. ده حل ثاني اهو ان ان في الفي للاسيد سواء ان في الفي للبيز وطلعت الان اهو. بعد كده جبت الاسترينس بتاع حمض النيتريك. وبعد ما جبت الاسترينس بتاع حمض النيتريك قسمته على حجم العينه كله وضربته في 100 فجبت النسبه ايه؟ المئويه ماشي. طب ليه هو ما هو ده كمان يعتبر استرينس يعني اللي تحت استرينس واللي فوق استرينس. يعني عايز تقول لي انت لما احب اجيب الاسترينس علينا يعني ده حل بس هو يعني كده يعني مش مهم قوي. الحل الثاني الطريقه الثانيه اسهل بكتير جدا ماشي. طيب كده احنا هنقف لحد هنا النهارده تمام. ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.